ايه؟ معلش انا بجرب حاجة، بجرب حاجة، بجرب حاجة. ازيكم؟ I miss you. بجرب حاجة، بجرب حاجة في اللايف، حاجة لفتني قلت اقول عليها، كنت اقول عليها امبارح بس مكنتش عليها. بعد ما تبتي قررت فجأة وقررت ما تعمليش حاجة ورجعت؟ طيب أنا السؤال ده هرد عليه بالشرح بالتفصيل في فيديو تاني، وهرد عليه برضو في حلقة في برنامج على التلفزيون هنزلها في رمضان، بس مش هقولكوا هي ايه، مش هقولكوا هي ايه. Thank you.
حاجة فيها مشكلة، فيها سوري يعني حاجة مش نظيفة، فلا يا جماعة دي آثار، شيل التاتو حبيبي يا حسام، انت العسل. ايه يعني ايه؟ الراجل اللي كان في الانتخابات اسكتوا بقى، سيبوه في حاجة دلوقتي بقى، مراته ربنا يستر. دمياط بتمس علي حلويات بقى، عايزين فسيخ بقى من دمياط، انت فاهم بقى، دمياط وفسيخ دمياط. اقول اسمك، اسمك استنى، تالتة اعدادي بيمتحنوا، ربنا يكون في عونهم وينجحوا. الامتحانات بتبقى صعبة جدا جدا. اللايف اللي جاي بكره بقى، ماشي، يطلع لكم اللايف. منصور ليس هو الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير وعريق، يعني لا مرتضى منصور بيمثله ولا اي حد بيمثله، والنادي الاهلي برضه مش فاهمين، يعني الانديه دي انديه كبيره، يروح الاشخاص ضد الانديه، فاهمين؟ انا مش فاهمه، انتوا فاهمين؟ مش فاهمه. لا مش طالعه مع رامز يا جماعه، دي اشاعه افتكاسه، حلقه قديمه اصلا معايا زمان. لا كده الزمالك هزعل منك، انا قلت لك حاجه يا ابني، انا بقول لك الزمالك نادي كبير وعريق، مرتضى منصور لا يمثل نادي الزمالك، ولا غير مرتضى منصور يمثل نادي الزمالك، ولا الخطيب يمثل نادي الاهلي، ولا اي حد يمثل نادي الاهلي، الاهلي ده نادي كبير وعريق، ونادي الزمالك نادي كبير وعريق، ايه الغلط في كده بقى؟ مش فاهماك يعني، لا كيك ولا ايه؟ بحبك يا شيكو. انا حبيت اطلع علشان اقول لكم انا بقيت تمام، بقيت ايه تمام، خلاص.
مصر ومصر في